السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس و لقيتكم في الفيديو هذا باحسن الاحوال. اليوم راح ندير معكم واحد الفطيره، يعني في المقلات ماهيش في الفرن. هنديروا فطيره محشيه باللحم مفروم. واش عندي في المكونات؟ راح نبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله. انا عندي في المكونات، ديما نقول لكم الحشو اختياري، يعني واش عندك في الدار تقدر دير لي الحشو. انا عندي هنايا اللحم المفروم، وعندي ثلاث ريسان تاع البصله قطعتهم مربعات صغار من حجم متوسط، وعندي هنايا الزيتون الاخضر يعني قطعته بالشكل هذا، وعندي الجزر يعني ربيتها، وعندي فلفل اخضر حار، يعني عندي وحدة من الفلفل الأخضر الحار، وعندي هنا ثلاث فصيصات تاع الثوم. راح نبداو. كاين عندي مقلات راح ندير فيها زيت نباتي، راح ندير فيها جوج مغارف تاع زيت نباتي، كيما تقدري ديري زيت زيتون. يعني عندي هنا جوج مغارف تاع زيت نباتي. دوكا راح نرمي البسطرلة اللي قطعتها مربعات صغار. عندي هنا الفلفل، احنا نرمي البصلة مع الفلفل يعني في آن واحد. راح نخلي البصلة والفلفل يذبلوا وراح نكمل معكم الوصفة. بعد ما تذبل فيه البصلة، انا عندي هنا اللحم المفروم. كيما تقدري ديري الطوم، كيما تقدري ديري الاسكالوب، ماشي شرط يعني ديري اللحم المفروم. يعني ديما نقول لكم الحشو اختياري، واش عندك في الدار تقدري ديري. راح نزيد فصيصة تاع الثوم، درك هنايا راح نزيد الجزر غافي، درك هنايا راح نزيد الزيتون الأخضر، راح ندير الملح، راح ندير فلفل اسود، يعني ندير شويه مش بزاف، راني ندير في الاخضر حار. وعندي هنا البابريكا، فلفل حلو، وعندي هنا فص حنوت. Thank you.
الاخير عندي الماء الاصفر. خليت كما البيض هكا ندير معاكم العجينه تاع الحشو. دونك هنا نجيو العجينه يعني اللي حنحشو فيها الحشو واش عندي فيها. انا عندي هنايا 250 غرام تاع الفرينه، وعندي هنايا خميره تاع الخبز، ويعني خميره درت فيها مقلوب تاع السكر باش تتفعل الخميره. هنايا عندي خميره تاع الحلويات، حندير مقف، عندي هنايا مقف خميره تاع الحلويات. وراح ندير الملح، عندي هنا مقف تاع الملح. وعندي هنا زوج مغارف نتاع زيت زيتون، وراح نلم العجينة بالحليب. ومن بعد ما لميت العجينه دوكا راح ندلكها واحد 15 مينيت، واحد 15 دقيقه. دوك خليها ترتاح واحد الخمس دقائق، يعني مانيش حابتها تخمر، ترتاح شويه برك يبرد لي الحشو وراح نكمل معكم الوصفه. خليتها ارتاحت كيما قلت لكم، يعني مانيش حابتها تخمر، خليها ترتاح قد ما يبرد لي الحشو. دوك نقسمتها على زوج، دوك راح نسرحها معكم، يعني نسرحوها رقيقه. راكم عارفين فيها الخميره والحشوه تولي خفيفه، ماذا بينا نرقوها. سرحتها يعني رقيقه، يعني نسرحها قد ما نقدر يعني رقيقه. وعندي هنا المقلات،
يعني العاد عندك المقله تلصق ديري لها الزيت، ولا عاد ما تلصقش ما ديرلهاش الزيت. انا راح نديرها في المقله هكذا، تاع المقلات يعني كامل. دوكي راح ندير الحشو، انا هذا ليا كما قلت كنخلوه يبرد، يعني حرق كامل الحشو اللي عندي. يعني راح نسرح الثانية هذه، دوكي الثانية كما قلت لكم رققتها، يعني شوف يعني راح نديرها الطبقة الثانية، يعني دوكي نصدموها مليح. يعني نعدل مليح الجوانب، ونجيب حلين يعني ولا يعني راح تنحب بكل سهولة. يعني نحاول نقفلوها مليح، نجيب هنا موس، ولكن ما عندك بوردو يعني راح نثقبها باش ما يخرج ليش الحشو. نديرها على النار طيب، شوفوا من بعد ما قلبتها يعني قلبتها بصفحة نورمال، كيما تعود عندك خيطة قلبيها يعني شوف. وفي الأخير يعني شوف تفاجأت، راح نحاول نقسمها في الأخير يعني شوفوا بعد ما قسمتها
يعني شوفوا داك الحشو، يعني ولا اروع، يعني في المقلات ولا اروع. ديما نقول لكم شهيتكم في الجنه. نقول ان شاء الله تنال اعجابكم في الوصفه هذه، يعني سهله. والحشو ديما نقول لكم اختياري، يعني مش شرط يعني تقيدي بالحشو هذا. نقول لكم شهيه طيبه. السلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله.